ماما زمنها جاية جاية بعد شوية جايبة لعب وحاجات جايبة معاها شنطة فيها والزوبة طابت وك 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 عارف الواد اللي اسمه عادل جد دكتور وعمله ايه لقى رجله كانوا زي البدلة بص شوية جوا عليه وراح مديله حقنة كبيرة عارف اداله الحقنة ليه ما بيشربش اللبن الصبح وكل اصحابه ضحكوا عليه وهو من يومها شرب وبيكبر وتربى له عضل في ايديه ماما زمنها جاية جاية بعد شوية جايبة لعب وحاجات جايبة معاها شنطة فيها والزوبة طابت قول وك 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 واحمد برضو ايده مربوطة ومامته عارف اللي مخصمان كان بيحب تامل يلعب بالكبريت ويشيله معاه وفي يوم جاب كام عود ولعهم واخته بوسي كانت شايفاه راحت النار ملهل بايده لسه قديل اتنين وجعان فهو من يومها لا بيتعفر ولا بيشيل كبريت وياه ماما زمنها جاية جاية بعد شوية جايبة لعب وحاجات جايبة معاها شنطة فيها والزوبة طابت قول وك 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 وسعاد أبلة زعلت منها خالص خالص من شهرين ما بتحفظش الدرس وتكذب وكمان ضاع منها كتابين وبتتشاقى جوا الفصل وكان ترتيبها العشرين لما ذاكرت وبقت حلوة أبلة خدتها مع الشاطرين جت شهادتها آخر مرة وكانت الأولى من 30 ماما زمنها جاية جاية بعد شوية جايبة لعب وحاجات جايبة معاها شنطة فيها والزوبة طابت قول وك 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 Thank you.